فاضي ما وريش اي حاجه. بعد ما خلصت الفيديو كنت بتكلم فيه على حسام مرمى منتخب تونس، قال لي بخصوص تونس جمهور تونس كان بيشتم على الجمهور المصري وبيشتم على المصري. قلت الله بيشتم على الجمهور المصري والمصري، ومحدش قال لي. يعني انا قاعد بقالي فتره كده ومحدش قال لي الجمهور التونسي ده شتم. فين يا جماعه الفيديوهات دي؟ قال لك الفيديوهات موجوده على اليوتيوب، اكتب جمهور تونس يشتم الجمهور المصري او جمهور تونس او فيفا عبده. كتبت ولسه لقيت فيديو لاطفال صغيره مش عارف. هو ده السف يا جماعه. اوه فيفا عبده يا ابني، في ايه وايت نايتس عدى الكلام ده بكتير. التراس وايت نايتس عدى الكلام وايت نايتس كان بيتكلم علينا كاهلي وكان بيشتم في صالح سليم الله يرحمه وفي عيله صالح سليم كلها. يعني جمهور الزمالك عدى الحاجات دي بكتير. فلما الجمهور التونسي يطلع يتكلم او الناس تقول لك الجمهور التونسي بيشتم مصر، انت واضح انك ما حضرتش الجيل الذهبي للتشجيع في مصر، واضح انك ما حضرتش خالص المشجعين في مصر كانت الدنيا عامله ازاي، واضح ان انت لسه جاي علينا جديد. الكوره في مصر كان فيها حاجات كتيره وكان فيها حاجات ممتعه كتيره جدا زمان، بس انت لسه عايش معانا، لسه جاي معانا الفتره دي. لا احنا قبل كده كان عندنا حاجات كتيره جدا بتحصل، وكان قبل كده في شتيمه ولسه لحد دلوقتي في شتيمه. حضرتك سمعت اساسا من الثالثه يمين ابطال على مين؟ ولا انت ما سمعتهاش اساسا؟ فلما تعتبر ان 10 15 واحد بيمثلوا جمهور التونسي وكل اللي عندهم اوه فيفي عبده، هو ده كل الشتيمه وهو ده كل الكلام ده؟ هو ده اخرهم يعني؟ هو ده اخرهم في السف؟ حتى ما يعرفوش يسفوا يعني. اوه راني يوسف ممكن تمشي، انما فيفي عبده انت قديم قوي، ده انت مقرب يا راجل من جو السبعينات والثمانينات. هل لما انت مثلا تقول اوه فيفي عبده انت كده بتشتمني انا كمصري؟ ما تقول اللي انت عايزه، قول يا عم اللي انت. ما انا بالنسبه لي كاعلام مصري هو اللي جايب لي القرف ده، الاعلام المصري هو اللي بيصدر لي فيفا عبده وبيصدر لي المشاهير اللي مفترض ان هم مش بيقدموا اي حاجه غير عري ان هم دول واجهه مصر. ودي مش حقيقه، لان مصر فيها علماء، فيها دكاتره، فيها مهندسين، فيها ناس كتيره جدا عالميه، بس للاسف الشديد الناس العالميه دول مش موجودين هنا في مصر عشان خاطر الاعلام المصري ما عملش سبوت عليهم. سمعت انت على دكتور الغلابه؟ دكتور الغلابه ده اللي هو الله يرحمه الراجل توفى اللي كان كل الناس سمعت عنه في البرنامج الاماراتي الشهير اللي كان بيبص في رمضان، الناس سمعت عنه هناك، ما سمعتش عنه في الاعلام المصري. فانت لما تيجي تطلع تقول لي اوه فيفي عبده كده سفيت، ده انت كده تافه قوي، ده اخرك في السف يعني؟ انت على قدكم. اه والله يا جماعه، والله يا جماعه انتوا على قدكم. روح اتفرج على فيديوهات وايت نايتس، وروح اتفرج على فيديوهات التراس اهلاوي، وانت تعرف لما تيجي تسف على حد تبقى تعرف تسف عليه ازاي. احنا عملناها قبليك وعملناها اجمد منك بكتير، يعني احنا عملناها قبلك وعملناها اجمد. فمعلش يعني لما تيجي تقول لي جمهور تونس بيشتم ونقعد نعملها فتنه، الموضوع مش مستاهل. 10 15 واحد جم يسفوا ضربت منهم غلط، سفوها في المدرج ضربت منهم غلط وضربت في وشهم، سفوها في الفيديوهات ضربت منهم غلط وجت في وشهم. السف الحقيقي انك تعرف تسف على اللي قدامك والناس تعمل لك قبول، مش انك تسف على اللي قدامك وتقعد تعمل سخريه وفي الاخر الناس ما تعجبهاش، يبقى انت كده تلبس في الحيط. مع احترامي لكل الشعب التونسي، مع احترامي لكل الناس، الناس دي بتمثل اي فعل لنفسها، ويا ريت عارفه كمان تسف، ويا ريت عارفه كمان تشتم. يعني لما تشتم يا ريت تشتم باحترام، عشان باحترام ايه؟ لما تشتم اشتم بكرياتيف، اسمه كرياتيفيتي، عشان خاطر انا احترمك، ابدع وانت بتشتم. انما طلع تشتمني اوه فيفا عبده، هو ده اخرك يبقى في السف؟ ده انت تعبان مله. قال لو عجبك الفيديو بعد السف ده اعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك بقى اعملها اوه دورة اوه هند صف. ده سف على الجمهور التونسي؟ لو انت فاكرها كده يبقى الله يكون في عونك بصراحة على البلالة اللي في دماغك دي.